تستحمل. سعيد مرحبا بك معنا. الحفل هو حفل يعني يحمل عنوان حضرة السرور. هذا الحفل هو الثمار ديال مجموعه ديال التمارين اللي قمنا بها لمده تقريبا ما يقارب 4 أشهر، واللي نتجت عليها هذه السهره. وحنا من العاده ديالنا ان الجمعيه ديالنا ديما عندها السهره الكبرى وعندها المهرجان، مهرجان ميازين، وان شاء الله العام غيكون في دورته الرابعه. فهاد السهره هي سهره تراثيه بالدرجه الاولى او من الدرجه الاولى. غنقدم فيها ان شاء الله مجموعه من الالوان التراثيه المغربيه، من الموسيقى الاندلسيه المغربيه وفن الملحون، ثم نختم السهره بسماع الصوفي المغربي. اذا هي سهره كما قلت تراثيه من الدرجه الاولى. شفت مؤخرا الصوره ديالك في المناطق التاثيريه للتعاون الجزائري وترددت طبعا اليوم وخلال الصفحه ديالك، شنو تقدر؟ وفي الحقيقه لا توقف خير وقت قش الاشياء. تكلمنا على المرور ديال القناة الجزائرية. إذا هذيك مسألة اللي في الحقيقة الكل استعجب منها، يعني الأمور لم تكن في الحسبان. للأسف يعني القناة الجزائرية، القناة الوطنية أو الوطنية تي في ديال الجزائر، قامت بأخذ عمل مغربي أصيل ونسبته للجزائريين على أساس أنهم جزائريين او فرقه كبرى جزائريه سورسان. فانا شفت ان هذه يعني قمه الوقاحه، انك تاخذ صورتي من بعد مجموعه ديال الحاجات اللي عملوهم لا تليق بعدا بواحد ناس كيقولوا عندهم دوله وعندهم يعني واحد الوطن. فللاسف قاموا بواحد العمل الذي لا يرجى منه الخير كانها نيه مبيته. شفنا انه كان من المفروض اننا نجاوبوا عليهم من بعد ما شفنا ان ديما كيتشكاو، كيقول لك ان ذاك الامور كلها ديالهم، ها الزليج، ها القفطان، حتى جبلته بقى بغاو يصرفوه. فاحنا كان المفروض علينا اننا نردوا وبصرامه. فاحنا كنفتخروا بالهويه المغربيه ديالنا، لا ننكر على احد، كل واحد عنده الوطن ديالو، عنده واحد التراث ديالو، ولكن ماشي من حق شي حد يتقمص شخصيه واحد اخر او يسرق واحد المنتوج بلدي ديال الناس. شنو كان رد الفعل ديالك فاش تلقيتي القناه؟ نعم، شنو كان رد الفعل ديالك فاش تلقيتي الخبر اول مره وتلقيتي القناه الجزائريه؟ طبعا داكشي ماشي لائق، يعني بالنسبه لي انا ما كانش داكشي خصو يكون. يعني حنا دوزنا في الجزائر عده مرات، ولكن يعني كتجينا دعوه يعني من طرف جهات، كنمشي وراه ماشي، راه عندي يعني اثر كثيرا الجزائر، ولكن كتكون امور منطقيه، ماشي ان ياخذ لك اسمك وينسبوا لواحد اخر او العمل ديالك ينسبوا لبلاد اخرى فقط من اجل خلق واحد الحزازات هي اصلا كاينه باش يعني يستغلوا الموجه. فلا، هذا الشيء غير مقبول. وطبعا هي القناه هي غير شافت اصلا، ملي شافت رد الفعل ديالي، راه كاين اللي قال لي انه محاو ذاك الفيديو، الا بعض الناس اللي يعني بقى عندهم خداوه من الانترنت وبقاو. انا رديت في واحد اللحظه اللي كلشي اتصل بيا كيقول لك راه هاد الناس راه دوك كيسرقوا لكم حتى الوجوه ديالكم، يعني نتوما بيرسون فيزيك يهزك وكياخذوا. فكان لابد ان يكون عندنا واحد رد الفعل، وكان رد فعل في وقته، يعني خصو يكون، وهضرنا معاهم بادب. بغاو يفهموا الرساله مرحبا، ما بغاوش في هذاك شغلهم، ولكن لابد كان من الجواب باش حتى شي حد ما يتقمص الهويه المغربيه بطريقه او اخرى وياخذها بالنسبه لراسو. شنو تقول لهم بعد المحتوى الطرف ديالك؟ الجواب وصل، راهم عرفوا اللي كاين، والجواب هو هذا ان كل بلاد عندها الامور ديالها، هما عندهم امور ديال، كاين امور مشتركه، فنون مشتركه طبعا، لكن لا يليق اي احد ان يكون هو الاصل ويخر له فرع، والتاريخ يشهد. هذا هو الجواب ديالي، ان التاريخ كيشهد كل بلاد. دابا تينا ماشي بيا شي اسئله التي لا اريدها انا، خليني غير هذيك واجي عندي من جهتي، الله يرضي عليك خلينا منهم، راه جاوبناهم، لان عندي حباب بزاف تما، ما نخلقش العداوه معاهم، رانا كنسافر عندهم، انا نجاوب خلينا من الجزائر، ما تزيدنيش انا الجزائر بصح. الكارثه الاخيره شنو تبغي تقول الاعلام الجزائري اللي كيبغيو يستخسروا المغرب؟ ما كاينش اللي يقدر يستخلص صورته اولا، ثم هذا هو عمرك شفتي بنادم حماق؟ زيد سيدي عاود الله يرحم بابك، هذا مخسر في بوحي مسكين كثيرا. قلنا الكارثه ديال الاخر شنو تبغي تقول الاعلام الجزائري اللي كيبغي يستخسر المغرب؟ لا شوف صوره المغرب اولا، غير كتذكر المغرب فراك كتذكر تاريخ، لا يمكن ان يمحى التاريخ بطريقه او باخرى، يعني من الصعب ان اي واحد يجي ويقول لك لا المغرب هذا، او الجزائريين يقولوا لا هذا الشيء راه ما عندهم شيء. المغرب شوف يعني لا يمكن حجب الشمس بالغرب، راه هذا التاريخ. المغرب راه غير اسمه يدل عليه، وحنا ما شوف حنا لا ننكر، حنا لسنا من ذاك الناس اللي كيقولوا ان الجزائر ما عندها شي تاريخ او كذا، لا الجزائر عندها تاريخ ولكن لا يذكر امام المغرب. هذا هو الرساله اللي هما عارفينها، والتاريخ يشهد ان الحكم لمن كان ولمن كانوا تابعين. هذه مساله بسيطه، وكنبقاو اخوان رغم هذا الشيء كله، كيبقاو الاخوان ديالنا اللي كاين اللي فيه العداوه راه غادي يبان، والتاريخ هو اللي كيغير من هذا الشيء، يعني مع الوقت راه كل شيء غادي يبان، وبزاف منهم راه غيرجعوا يعني للجديه، ورجعوا للحاجه اللي خصها تكون في الحقيقه اللي كلشي عارفها واللي حتى هما عارفينها. اذا هذا اللي غادي نقول لهم، هو الانسان يخدم عقله قبل ما يعمل شي حاجه، لا سيما واحد القناه اعلاميه وطنيه كبيره عندها ثقل، ما يكونش الانسان كيبين راسو صغير. اذا هذه الرساله ديالي.